انه صعب جدا ان المنتخب الايراني يرجع في المباراه. وخليني اقول ان ضغط المنتخب الايراني ما كانش فعال بشكل ما الا مع الدقائق العشرة الاخيره لما قرر برهالتر انه مدير فني المنتخب الامريكي انه يتراجع ويعمل بعض التغييرات الدفاعيه، وكان منها دخول زيمرمان بدلا من تيموثي ويا وشاكيل مور بدلا من سيرجينو ديست، عمل تغييرتين دفاعيتين فتراجع المنتخب الامريكي حفاظا على نتيجه المباراه 1-0 وهدف الصعود بالثلاث نقاط. ده اللي خلى المنتخب الايراني في الدقائق الثمانية الاخيره مع الوقت بدل الضايع اللي كان طويل جدا 9 دقائق ابتدى يضغط وابتدى يحاول انه يسجل. شفنا فرصه خطيره للمنتخب الايراني في الدقيقه 98 في الدقيقه الثامنه من الوقت بدل الضايع من راسيه، وبعديها كمان كان في شك في ركله جزاء للمنتخب الايراني في الوقت بدل الضايع في الدقيقه 8 من الوقت بدل الضايع. فالتراجع والضغط بتاع بينما في الاثنين في لحد الدقيقه 82 يعني الدقيقه 45 مع نهايه الشوط الاول لحد الدقيقه 82 بنتكلم على 37 دقيقه ما فيش اي هجمات خطره للمنتخب الايراني، عقم كبير جدا من اجل الوصول الى الثلث الاخير من الملعب. المنتخب الايراني تحسن عن الصفر الكبير اللي كان موجود الشوط الاول، اصبح افضل نوعا ما، لكن المنتخب الايراني فشل في النهايه وكما كان متوقع ان يسجل هدف التعادل ليخرج في المركز الثالث بثلاث نقاط اللي حصل عليه امام ويلز.